السادسة بتوقيت المملكة ونبدأها بملف تنقيبي عن الذهب والنحاس، حيث كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن تقديرات أولية تشير إلى وجود قرابة مليون طن من الاحتياطيات الجيولوجية للنحاس في وادي أبو خشيبة، مؤكدا أنه سيتم التأكد من هذه الأرقام عقب صدور النتائج النهائية. وتعمل شركة سولفست التركية على إنجاز خطة التنقيب للمرحلة الثانية، حيث تستهدف حفر ما يقارب 20 بئرا في منطقة النحاس وحفر بئرين بشكل مائل في منطقة الذهب. وسيتم جمع ما يتراوح بين 200 إلى 250 عينة في هذه المرحلة من كلا المشروعين. هذا بالإضافة إلى متابعة الأعمال الميدانية الخاصة بتحديد الوحدات والتراكيب الجيولوجية في مناطق مذكرتي التفاهم. الانتاج بكميات تجاريه لابد من انتهاء الدراسات، لكن اليوم احنا اذا بدنا نحكي عن احتياطي جيولوجي تقديرات اوليه تقدر الكميات بقد تتجاوز المليون طن، لكن لابد من انهاء الدراسات وبناء عليها يتم تقدير كميات الاحتياطي المثبت بدقه. الخبراء بيقولوا انه احتياطي جيولوجي يمكن يقدر مليون طن، لكن يمكن هذا الرقم تضربه باثنين بثلاثه، فلا بد من الانتهاء من الاعمال. لكن اللي بدي اشير له الى انه احنا معلوماتنا او النتائج الاوليه للعينات اللي تم جمعها اثبتت والحمد لله الى انه هناك نتائج مؤمله. من جهته أكد الشريك في شركة سولفست التركية هاني الأسمر أن النحاس موجود بكميات تجارية في منطقة وادي عربة ويقع على وجه الأرض أو ما يسمى بالسطح، ما يجعل قيمة الاستخراج والتعدين قليلة. هلا طبعا بالدراسات السابقة أكيد كان في كتير دراسات سابقة من عنا من الشركة، نحن عملنا ريموت سنسنج وحللنا الصور الفضائية واستخدمنا برامج كتير متطورة وزيارات الميدانية وعملنا خرائط جيولوجية واخذنا دراسات سابقة من الوزارة وزارة الطاقة وحللناها وبدينا نحسب الاحتياطات الأولية. هلأ نعم نحكي لسه على السطح من عمق صفر لعمق 30 متر فقط تحت الأرض، بس أكيد الطبقات ممتدة ومستمرة ومتواجدة تحت الأرض بسماكات مختلفة. القيمة السوقية بحدود مليار دولار، بس الاحتياطي الجيولوجي اللي ممكن تصله الشركة ممكن يصل 8 مليار 9 مليار دولار. وكشف الأسمر عن وجود الذهب بكميات تجارية عالية في منطقة أبو خشيبة، ويتم حاليا حفر الآبار في المنطقة. في بأبو خشيبة نحن في منطقة مدروسة سابقا درستها السلطة، سلطة المصادر الطبيعية، ونحن كنا عم نشتغل فيها من 20 سنة تقريبا، وعندنا تقريبا دراسات بس تحتاج الدراسات للتطوير. هلا متواجد الخام، خام الذهب بأبو خشيبة بالطبقات متواجد بسراء عالي، يعني عينات سجلت جرام بالطن وعينات وصلت ل 250 جرام بالطن، وهي شغله يعني كثير كبيره بالنسبه للنتائج. هلا نحن حاليا بدينا بحفر الابار، حفر الابار المائله، وعندنا برنامج حفر ترانشات، وعندنا برنامج بيتضمن تحليل العينات وعمل الميتالورجي لها، وبيكون عندنا التصور الواضح يعني بعد ستة شهور. بس نحن بنتوقع أن يكون في احتياطي كويس للذهب. حول ما تعنيه هذه الأرقام ومجريات عمليات التنقيب، ينضم إلينا من مدب نقيب الجيولوجيين سيد خالد الشوابك. أهلا وسهلا بك سيد خالد. إذا عندما نتحدث عن هذه التوقعات فيما يتعلق بالكميات التي قد تستخرج، ماذا يعني مثل هذا الرقم مليون طن من النحاس بداية؟ الله يسعد مساك أولا وسهلا مستمعي المشاهدين الكرام. حقيقة يعني بداية لابد أن أثني على جهود معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، حقيقة هو المسؤول الأول الذي يشير إلى هاي الأرقام علما بأن هاي الأرقام كانت موجودة سابقا ولكن حقيقة لم يشار إليها. معالي الوزير أشار وبشكل واضح جدا وجود النحاس واعتراف بوجود النحاس في منطقة وادي عربة. احنا كنا نتحدث عن منطقة كاملة، منطقة وادي عربة، منطقة الضانة، لكن الآن صارت الحديث عن منطقة أبو خشيبة. الدراسات سابقا كانت تثبت وتؤكد هذا الاحتياطي، وكنا نتكلم فيه من عام 2002 أنه هناك احتياطي ما يقارب من 10 إلى 11 مليار دولار حسب
الدراسات اللي قامت بها شركات عديدة، والشركات اللي قامت هي دراسات النحاس منذ الستينات، من شركة أوتو جولد إلى شركة هامبل كوريا تقريبا في عام 2000 أو عام 1999، وسبع شركات عالمية متخصصة في استخراج النحاس أكدت هذه الأرقام. الأرقام الأولية الاحتياط الجيولوجي اللي كنا نتحدث عنه في منطقة وادي أبو خشيبة هو قريب جدا، إذا ما تحدث عنه الوزير كان نتحدث عن 900,000 طن، الآن الوزير تحدث عن ما يقارب 1,000,000 طن، وهو رقم قريب جدا. هم يتحدث الآن ما موجود على السطح، لكن كما تحدث السيد هاني الأسمر لابد من وجود حفر أنفاق وأخذ آبار، حفر آبار وأخذ عينات، وهذه الكمية سوف تزيد كلما أنزلنا للأسفل في طبعا موجود الخام بكميات. حقيقة يعني احنا ليس مستغربين من هذا الرقم، احنا نتحدث عن كنا نتحدث عن 10 مليار 11 مليار، قد يصل الرقم الى هذا، الاحتياط يصل لهذا الرقم. النحاس الان في ارتفاع مستمر بعد الحرب الأوكرانية لانه يعتبر مادة استراتيجية وتدخل في كثير من الصناعات العسكرية ومطلوب عالميا. شركة هامبل كوريا من شركة أوتو جولد من الستينات أثبتت الجدوى الاقتصادية للنحاس في منطقة وادي عربة، الآن أتت الدراسات لتؤكد 100% أنه النحاس موجود. ويعني حقيقة يعني أنا هذا الخبر يطلق صدري لأنه أنا بنغارس الجيولوجيين حقيقة تحدثنا عن هذه الأرقام منذ عام 2002، وكان هناك يعني نوع من التشكيك بهذه الأرقام. معالي الوزير أكد هذا الرقم الآن، كنا نتحدث بس عن منطقة وادي أبو خشيبة 900,000 طن، الآن الوزير يتحدث عن 1,000,000,000 طن، مليون طن، قد تزيد هاي. وأنا أتوقع توقعاتي تزيد عن ذلك، أنه هو أنا الآن أتحدث عن احتياطي جيولوجي. ماذا يعني احتياطي جيولوجي؟ هو احتياطي أولي، لم يأخذ بنظر الاعتبار أنه راح يحفر آبار وتأخذ عينات وتحلل، وهذه الكمية راح تزيد قد تصل 2 إلى 3 مليون طن. نعم. كلما ارتفع الاحتياطي. نعم. عندما نتحدث عن تواجد هذه الكميات كما أشرت بالقرب من السطح، فما هو انعكاس ذلك فيما يتعلق بعمليات الاستخراج، طبعا فيما يتعلق بانخفاض التكلفة بالتأكيد؟ ممتاز جدا، ممتاز جدا حقيقة. كلما كانت الخامات موجودة على السطح يقلل كلفة. عندما نتحدث عن تعدين سطحي غير لما نتحدث عن تعدين أنفاق أو تحت الأرض. الآن تعدين السطحي جرافة، آليات بسيطة بما معناه يعني العام وليس الشمولي، خلينا نتحدث، لكن احنا نسميها المناجم المفتوحة، بالتأكيد هي أقل كلفة، ما يقارب الثلث الكلفة من المناجم اللي تحت الأرض. بدي أشير لنقطة ثانية بس في جزئية يمكن هي لم تذكر سابقا. احنا عندما نتحدث عن النحاس في منطقة وادي عربة نتحدث عن معدن آخر مصاحب ولا يقل أهمية عن النحاس، بالعكس هو قد يكون ذو أهمية أكثر من النحاس، وهما المنغنيز. نعم. المنغنيز مصاحب، وهذا يعني للأسف يمكن أو تكون راح تهفوى أنه لم يذكر، لكن النحاس هو المنغنيز هو مرافق للنحاس في منطقة وادي عربة وبكميات تجارية كبيرة جدا. عندما وما هي الجدوى الاقتصادية المتعلقة بالمنغنيز خاصة في استخداماته المتوافرة؟ العفو، يعني لغاية هذه اللحظة نتحدث بأمانة أنه لم تدرس الكميات الاحتياطي من النحاس، لكن هي كميات تجارية كبيرة جدا لأن تصاحب النحاس. هاي الكميات لم تدرس ولم تحسب كمياتها والاحتياطي لها، لكن هي ذات مردود عالي، وأعتقد يعني لا أجزم، لكن أعتقد أنه ممكن تكون موازية في قيمتها السوقية إلى كمية النحاس. نعم. الحديث تطرق أيضا في هذا الإعلان عن كميات الذهب، فإلى أين وصلتم لربما بالإرشاد في ذلك، خاصة فيما يتعلق بالتوقعات الموجودة للذهب بالتحديد؟ يعني الآن إحنا الذهب اكتشف في سلطة من قبل الجيولوجيين العاملين في سلطة المصادر الطبيعية منذ التسعينات أو قبل ذلك، لكن لم تكن هناك دراسات مفصلة وتفصيلية بالشكل الآن يتم فيه كشركة متخصصة هي في مجال الذهب. إحنا كانت الدراسات بسيطة، كانت حسب الإمكانيات المتوفرة في ذلك الوقت. الآن لما تأتي شركة متخصصة مثل شركة سولفست التركية، وهي شركة متخصصة ومشهورة ومعروفة عالميا في استخراج المعادن من الذهب، الآن يتحدثوا عن حوالي 250 جرام بالطن أو 250 جرام، هذا رقم يعني يعتبر
كبير جدا لما نتحدث عن ذهب. يعني كل طن من خلينا نقول الردم او الصخر طلع منه 250 جرام من الذهب، يعتبر اقتصادي وتجاري. بعض الدول تدور على جرام بالطن وتعتبره تجاري، لانه الذهب طبعا اسعار عالميه وبورصات عالميه ودائما اسعاره مرتفعه، وحتى النحاس هو بورصه عالميه وباستمرار. الان كما تحدثت قبل قليل يمكن اشير لها، دائما اشير لها، النحاس ماده استراتيجيه، ماده استراتيجيه، وتحدثنا في ذلك اكثر من مره، نتيجه دخولها في كثير من الصناعات العسكريه والصناعات الاخرى. الذهب الان الامور مبشره جدا، لما تحدث عن 250 جرام تحدث عن كميات تجاريه كثيره قد تكون تزيد الكميه، لانه هو موجود على شكل عروق داخل الصخر. لم يتم تتبع لغايه هذه اللحظه، يمكن تكون تتبع للعروق الذهب داخل الصخور، وقد تمتد هاي لمئات الامتار داخل الصخر. حقيقة يعني أرقام مبشرة جدا جدا، وأتمنى أن يستمر الدراسات واستغلال الخامات المعدنية بالأردن، لأنه عندنا إحنا الآن خامات، نتمنى يعني القائمة ذلك تطول بالتأكيد جداً. خاصة بمزيد من هذه الأخبار المبشرة. شكرا جزيلا لك سيد خالد الشوابكة نقيب الجيولوجيين.